السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وفي كل حين. دلوقتي أنا في سوق العشرة أهو، بار العشرة ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله، مال طيب أهو بس مش عاليين قوي يعني. ده عشر كام وده عشر كام حاجة؟ دي خمسة، دي أربعة ومشى في الخامس، ودي خمسة مضاعف. دي أربعة ومشى في الخامس ودي خمسة مضاعف. ما شاء الله. ما دي كده دي ولد كام دي؟ بقارة ما ولدوش. لسه الاثنين بقارة. ما شاء الله عجميات يعني. بيقولوا عليهم عجميات صح؟ عجميات. ولبانة الاثنين ما كسرش سن. دي لبنية ودي لبنية. الله يبارك لك يا رب. بسم الله ما شاء الله. السن أهو. السن لبنية. الاثنين لبنيات. مطلوب فيهم كام حاجة؟ مطلوب فيهم كام؟ احنا شارينا يا باشا دي ب 46100 ودي ب 45800. دي ب 46100 ودي ودي 45800. 45800 بسم الله ما شاء الله. حضرتك من ايه؟ حضرتك من ايه؟ انا قاعد في شقه في النوف. في النوف؟ معاك رقم تليفون لو حد حابب يتصل معاك ان هو يشتريهم؟ اقول ما شاء الله لا يا جماعه. طبعا دول لسه بقاره بسم الله ما شاء الله عليهم. لبنيات يعني. العجميه دي يعني اول ولد، لسه اول مره تولد يعني. دي اللي فطناها ده اول ولد. خمسة عشر زيرو ستين. زيرو ستين. ثمانية ست. ثمانية ست. اسم الكريم شريف. حبيبي عم شريف ربنا يبارك لك يا رب. ادينا ابراز. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله مال طيب. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. الو اقول حلوه وطيبه ما شاء الله عليك. الو بسم الله ما شاء الله. الو در اهوت. بسم الله ما شاء الله. اربع حلبات صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله. الو دي برضه اهي. بسم الله ما شاء الله. بس دي فيها حسن يا جماعه. ها دي فيها حسن. ما حد يجي يشتري خلي باله بقى. بصوا حسنه في النص اهي. بس اجله طيبه برضه ما شاء الله عليه. بسم الله ما شاء الله. شوف اقول تاني كده. بسم الله ما شاء الله. بقرة كمان اهي. بقرة طيبة برضو. جو زحمة معلش. صاحبها بيقول فيها سبعات لبن. بيقول فيها سبعات الله اعلم برضو. فيها حسنة بسيطة كده. دي عشرة تلاتة يا جماعة. كسرة دي يا حاج. قفلة معلم. قفلة؟ قفلة جديد. بيقول قفلة جديد. عشرة تلاتة ما شاء الله عليك. مطلوب فيها كام اللي هو كده؟ مطلوب فيها كام؟ ما بينه وما بينك بتاع ربنا يعني. انت نظرتك فيها ايه؟ يعني انت نظرك فيها ايه؟ الله 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 نفسي ابيع لك. مش مشكلة يقول فيها 7 كيلو لبن ما شاء الله عليها. عجلة ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربارة ما شاء الله عليها. بسم الله ما شاء الله. ربارة الله عليك. ما زرب بس الناس السعر بتاعه اللي هو المتقاعد. ما بعتش يا استاذ. انا يعني مش انا احنا كده كده مش هنبيع من على بوقك. بس انا بنقول يعني بما يرضي الله تسوى كام مثلا عشان الناس بس تبقى عارفه هو قطع على رزق. لا 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 اما اجي ابيع اقول لك والله انا بعت انا شاري من الدار. يا عم ربنا يرزقك. ما تاخد عشر تلات حبه شويه وفيها سبعات لبن ولحبه بقى حتى الدار. عشر شهرين برضه اهيت ولبن. فيها لبن قد ايه؟ 3.5 و 3. 3.5 و 3. انا اقول 3 مثلا. ايه؟ قول 3 تقريبا. ايه؟ ده بيقول شهرين اثنين. طب اطلع اروح اروح على النبي. اللهم صل على النبي. اروح انا سنة ايه؟ قفلة على الاول. قفلة على الاول ربنا يبارك. بسم الله ما شاء الله. طب ما تشوف اي عربية بره تروح. شوف فاكهة. الله في ايدينا 48. 48000؟ ربنا يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. ايه؟ عشر ولبن. فيها تقريبا 3 كيلو زي ما بيقول. اللهم صل على النبي. لا بسم الله ما شاء الله على اللهم بارك. بقرة يا رب عشان عمال اقول عجل عجل. انا مش متعود انا على الحاجات الكبيرة. ربنا يبارك. حاول نشوف حاجة تانية. الله معانا واحد وخمسين ومعانا. بسم الله ما شاء الله. فيها لبن قد ايه؟ بتجيب 3 و3. 3 و3 ربنا يبارك. بسم الله ما شاء الله. يا عم السيد انا قلت لك يا عم. انت بتصور فيديو ولا؟ اه. صور يا عم وغير. هتطلع على اليوتيوب ان شاء الله. قناة عروض المواشي. قناة عروض المواشي.
بيقول فيها ثلاثة لبن ما شاء الله. ثلاثة الوجبة ثلاثة كسرة كسرة ايه؟ كسرة ايه؟ ده كفلة على الأول كفلة على الأول؟ دي قناة عروض المواشي بسم الله ما شاء الله يا عم صوروها يا ياسر اللهم بارك. في رقم تليفون لو حد حابب يتواصل معاك؟ دي دراك يا ابني تليفون نسرقها ولا ايه؟ ربنا يبارك لك يا رب بسم الله ما شاء الله بارع من الملك الطيب اللهم بارك ان شاء الله. يلا ربنا يرزقك يا رب. ربنا يبارك لك في مال طيب الله يبارك بسم الله ما شاء الله. بتاعة الواد ده هو وحالبينها الصبح ومطلعينها للظروف اشتروها. فيها لبن قد ايه؟ ثلاثة كيلو غالي. ثلاثة كيلو. كسرة جوز ها؟ ما طلعتش ثلاثة كيلو تجيبها لي تاني. كسرة جوز ها؟ اه. مخفوفة كام اللي هو كده؟ اه؟ السعر النهائي فيها كام؟ هي شابة من موالي. ان شاء الله. سنتين يابا اهو. بص يا حبيبي سنتين يابا اهو. أول ولد ليه. شابة تجاوب هاي. اسحب يا احمد. كفا كام يا مشتري؟ كفا كام؟ كفا كام؟ يا احمد اتعملت لك بكام هنا الله وكيل؟ يا اخي الله وكيل قسما بالله واحد جاي الفاتح على 53 وحياتي 53 انا دلوقتي التاجر اللي بياخدها. اسحب يا احمد اتفرج امامك بقى كده. هي حلوه. ان شاء الله ربنا احلى من 55 سنه. حوص. هي شبه بسم الله ما شاء الله حلوه 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 البز حلوه. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. طيب لسه عجميه ها؟ اول يوم صح؟ والله ربنا يبارك لكم فيها يا رب. في رقم تليفون؟ فيش رقم تليفون. طبعا يا جماعه الاسعار دي طبعا قبل الفصال ها؟ في تفاوض على الكلام ده طبعا. طبعا الفيديو ده ان شاء الله انا كده يعني ايه بالنسبه للعشره الحمد لله كده خلاص لان بصراحه السوق زحمه جدا ان شاء الله احاول اصور لكم بقى حاجه في الولد اهوت انا دخلت فيه بس الفيديو الجاي بقى ان شاء الله باذن الله. بصوا على الفيديو الجاي باذن الله هيبقى للوالد باذن الله. تحياتي ليكم وتحيه لكل اللي بيتابعنا داخل مصر وخارج مصر. ربنا يبارك يا رب في حضراتكم وتسلموا الله على التعليقات الجميله اللي انتوا تعملوها لي. ربنا يبارك لكم يا رب. انتظرونا الفيديو الجاي ان شاء الله في الوادي برعاية الله.